Ja. عندك آخر فرصة إذا بدك تقولي شيء. خلص أنا رح يخلص الكاسيت. قلنا لا تنسوا الكمون. وبعدين أحسن نخلي مسافة حرة بالشريط إنه ممكن نحط فيها شو ما كان، أما إذا مليناه كله خلص. كيف لقيتي الوضع؟ بدك تنامي انت طيب حاجة بس لحظة بدي اخدها مع ال اي كاميرا هاي؟ لمين الكاميرا هاي؟ هاي كاميرتك انت مايك خمس وعشرون سنة مرت منذ وصولي إلى باريس مع يوسف، كان هذا في نيسان 81.
زوجان شابان قادمان من بلاد ليس للشارع فيها الحق بالتعبير، نتلقى من الشارع الفرنسي هدية الزواج، صورة رائعة لفرحة استقبال اليسار في السلطة. أردت أن يأتيني طفل وأنا في بلادي في سوريا وليس في الغربة، ولكن وفي عام 94 وبعد 13 سنة عندما رأيت أن عمر الأربعين يقترب والعودة النهائية للبلاد تبتعد، ولدت ليلى في باريس. ليلى ابنتي ترافقني على متن هذه الرحلة المتوجهة من باريس إلى دمشق. في يوم من الأيام كنت أجلي عندما اقتربت ليلى ذات 6 سنوات مني وطلبت أن أقبلها، فقلت لها طبعا حبيبتي فهذا الأمر الوحيد الذي أتقنه. أجابتني ماما أنت تتقنين الجلي أيضا. أردت أن أحقق أفلامي في بلادي في سوريا وليس في الغربة، ولكن بعد 25 سنة عندما رأيت عمر 50 يقترب والعودة النهائية للبلاد تبتعد، تنبهت إلى أن مشاريع أفلامي تتراكم فوق ظهري وأن الوقت قد حان لأتخلص من هذا الحمل. إن فيلما واحدا يمكن أن يجمعها، هذا الذي أبدأ اليوم به. بس شوف إذا فتحنا شوي. أوكي. ما بقدر أكثر منك. صار هلا عطمت شوي. ولا أنت ال. تمام ماشي؟ فاديا؟ شو؟ بس خلينا نكمل هي الفكرة عن الموت يعني. ما بتتكمل. في حياتها شو؟ Attendez, il y a si tu peux le monter un peu ou tu l'approches vers elle un peu, si tu veux comme tu veux. دايما بتوتر بصايرة عم ترجم. بس قد ايه اليوم انا ما معقول شو كنت هيك متوترة بشكل، لأنه وترني الفيلم. هي مارتا الحلوة. كتير فيلم حلو وكتير شبهت حالي فيها، لذلك توترت. يعني مو شبهت حالي فيها، لقيت حالي فيها يعني طريقة ما. رجعت على الأوتيل 500,000 قصة ومشكلة. هاي عن مرة عايشة لحالها بتعمل مطعم، هي شيف، وبيجيها ولد هيك فجأة، هو ابن أخ، بنت أختها، بنت موت أختها، وفجأة بتحس حالها مسؤولة عنها هاي البنت، وبنت صعبة نمرودة، وشلون عم تتعامل معها، شلون بتتعلق فيها، وبيجي أبوها فجأة بياخدها يلي ما بتعرفه هي. في شيء كتير هيك فيه شيء كتير عم بيبين قسوة إنه الواحد كيف بيعيش لحاله، امرأة بتعيش لحالها هون وبرا وبأي محل بالعالم. وبالأخير بالأخير بتتجوز أليكون. لا يعني بالأخير لا لا بالعكس تكون قوية. هي كتير مرة قوية، كتير مرة قوية. هي أحلى شي فيها إنه كتير مرة قوية، وفعلا قوية، مو بال مو برا يعني، مو من جوا قوية. بدي مية لنشف قلبي. مشكلة ما بدي. لا خليها معي. كان لازم، أنا كنت متذكرة حط كاس مي ونسيت. ما بدك، ما بدي كان أحكي عنك ولا؟ لا ما أحكي. لسه طويلة؟ إيه لسه ما عملنا شيء. لك يسلم. Thank you. معلش تكون هون؟
تزع كتير شكلي؟ تفشر. أنا مو فوتوجونيك على فكرة بنوبة، ها؟ كتير بطلع مشوهة بالتلفزيون. هاشتك تواضع. والله العظيم مجربيتها مسانة صوروني ما قلت لي. مين؟ التلفزيون العربي السوري. ليه صوري؟ أنا معي مقابلة ببرنامج برنامج الأسرة. حكيت لهم كيف الوحدة لازم تحمل ولازم تخلف. إذا بدك بحكي لك هلا. صوري كيف صرنا. شو برد؟ كنت ترجع بس شوي لورا؟ ايه. والله أعرف أنا. تعرف أنا؟ بس أحكي لك شوي عن فكرة المشروع. ايه. و هاي هيك روايات بعرف. طيب إنه أنا عم فكرة أشتغل مشروع شوي ومركب. ايه. إلي أنا يعني فيلمي الشخصي. واحدة من هيك الصفحات تبعه هو شيء له علاقة بالأيقونة والشيء اللي شفته عن طريقك أو عن طريق ندى. والشيء طبعا اللي بيعرفه الواحد بشكل هيك كتير كان سريع اللي بيبقى بذاكرتي هيك كشيء بصري واللي حابة أنا أستخدمه بالفين هو مساحة سودة تماماً إلى هيك ملمسة الخشن اللي له علاقة شوي بتراكم الغبرة أو الشحوار أو الشمع أو وهي المساحة السودة كيف راحت عم يكتشف شوي ورا شوي مثل أي شيء بيكتشفه بالحياة أي شخص أي مهنة أي كذا كيف تبلش تكشف العناصر اللي فيها شوية ضوء وشوية لون وتعمل تاخد مساحتها بهاي المساحة اللي كانت بالأصل هي تماما سودة سمار يعني فهذا الشيء بدي حاول صوره بس كمراحل إلى علاقة باكتشافنا لطبقة ورا طبقة للأيقونة حتى يوصل واحد لا الأيقونة كما هي اللي واحد عم يدور عليها فبس كنت حابة إذا عندك شيء تفرجينا إذا في يعني كذا مرحلة يعني إذا عندك أيقونة إساها تماماً
بسوادة وبغبرتها وبشمعة وبشحوارة وهيك، وهيك وحدة تانية تكون شوي مشغول عليها أكتر، بمعنى ما يعني هلأ بس إذا بدك بدي أخذ مثل ماكيت للفكرة. يعني لو سبقتي شي جمعة 10 أيام كان في وحدة سودة 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 مسحتها وزبطتها وطلعتها على البيت. هلأ ما عندك أبدا شي ما مشغول؟ ما عندي، ما كلهم أخذوهم أصحابهم وخلصت منهم، بدي بطل الترميم. شايف كيف بدي بطلوا، بدي رمم لوحاتي العتيقة. عرفتي شو؟ طيب إذا عندك أي وحدة ما كتير شو مشغولة، إيه أي أيقونة بس فرجينا نشوف، بس اشرح لنا عليها شوي إذا بتريد، إنه كيف هي المراحل اللي هدول خالصين جاهزين. تعرف كيف؟ هلا في هي بدك مساعدة احنا المعارف؟ لا لا لا، هي من 17 و18 هدول عندي من زمان، بدي اعمل بحث عليهم، بدي رجعهم يعني مو لي. طيب إذا عملت هون على اللون بيطلع نفس الشيء؟ فرق. إيه بس هاد بس ينشف هاي المادة بترجع مثل ما كانت. طيب هون في هيك منطقة ذهبية؟ بجوز. اما اذا بدك مثلا موت اخي، اذا بدنا هيك نشتغل فيه بنقعد نحكي بالسياسه، بس مو حقد بقدر ما بقول فعلا انه مرات يعني هي قناعه ولازم يعني يطالب فيها بشكل او باخر، انه الميتين يعني خليهم يقولوا لاهلهم انه ميتين. لو يعني البلاغ الرسمي تبع الوفاة بحل، لو انه الجثة ما عاد تلتقى ابدا، بس بحل على الاقل جزء من الموضوع. بس ما عندي حقد على الظالمين، يعني حتى ما احكي تعابير سياسية بهالموضوع، بقدر ما عندي انه ليش، يعني سؤال انه ليش هيك لسه الظلم قائم بهالموضوع. امي مثلا عندها حقد بعتقد بالمعنى اللي انت قلتي، لانه امي بتعتبر انه ظروف الحياة هي اللي خلت زوجها يسافر، و وظروف الحياة كمان هي اللي خلت ابنها يختفي. ما بعرف شو بتقول. ليش هيك؟ ليش هيك صار؟ ليش هيك صار؟ بعتقد لأنه من البداية في تذبذب جواتي بين الرغبة، بين هذا هاي الرغبة بال أو الحاجة لأنه أكون متمردة، و شعوري بهذا الثقة الاجتماعي اللي وردته من بيئتي وعائلتي. يعني ما حددت أنا من البداية، ما عرفت أحدد الكون تبعي، يعني لفين أنا. هي كتير نقطة مهمة. أنا من البداية
بدي أرضي هون وبدي أرضي هون. فما أخذت موقف فعلاً هيك جذري وثوري، بدي هون أنا هون وأنا هون، بدي أرضي عائلتي والمجتمع تبعها وكذا، وبنفس الوقت أنا رغباتي. فما عملت هذا الحد بعمر مبكر، يعني دايماً عندي هذا الاختلاط بين هون وهون. يمكن من البداية من أول خياراتي الأولية للعلاقة بخياراتي الشخصية، ما عرفت أخذ موقف هيك مباشر وبيحط فصل بين هون وهون. بعتقد الانكسارات الشخصية لم تزيدني إلا قوة، وخلتني بمواجهة أكبر، وخلتني بتحدي أكبر. وأحياناً كان ممكن يكون مواقف كتير متطرفة نتيجة وضع مثل ما سميتي أنت إحباط، عرفتي كيف؟ فهذا كان يجيب نتائج معاكسة تماماً، ويدفع الأقوى. قد يكون أحياناً مربوط بقليل من الجنون يعني، بس هذا اللي صار. أنا نفسياً كتير كنت أوكي، ل76 بعدين صابني انكسار داخلي كبير، بس رجعت استمريت بعده منيح بطاقة ما بعرف إذا كانت جيدة ولا لا هديك الأيام، بس صممت إنه أتابع كل شيء للنهاية. أنت بدك الغصن اللي ورا؟ كان مبين كأنه محطوط. نحطه هيك معلم. يوسف الذي يعيش منذ 25 سنة في فرنسا بانتظار أن يتمكن يوماً ما من العودة لسوريا، ها هو يعد الفطور لابنتنا ليلى. نحو 200 شخص في لبنان من مختلف الجنسيات على خلفية إحراق القنصلية الدنماركية في بيروت احتجاجاً على الرسوم المسيئة للنبي. عمار إنسان عصامي حقيقي صنع أفلامه بنفسه. بدأ بصناعة فيلم عن يوسف زوجي، ثم تراجع عن الفكرة كي يقدم لي ما صوره عن يوسف مع لوحاته ومنفاه الناعم والإجباري. حاولت أن أقنعه أن السينما يمكن أن تكون جماعية، وإذا به يقنعني بأن أحاول صناعة فيلمي الأول على طريقته. وهكذا يتقاسم معي عمار أرض فيلم حميم، فيلم العزيز. كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2006 مصر. ابتداء من 20 من كانون الثاني جانفيي وحتى 10 من شباط فيفريي قسم. أنا شو؟
شو ما عرف يعني عنده ميل انه يبقى وعنده ميل انه يعني يحسب الامور وشو ما يعني لساتها في اطار المناقشات يعني. نعم انا شخصيا والله ما شايف كثير لا ما شايف كثير لا يعني ما عندي احساس هيك لا ولا اي حدا بالدنيا يعني يعني في ما عدا انه واحد يمكن يجي واحد يمكن يجي يدرس فالدراسة هي إغراء كبير يمكن واحد يجي يتعلم شيء شغلة شيء مهنة يكون هذا الاستاج أو هذا المهنة شيء شغلة مهمة ودافع كبير بس على هيك الصعيد الحياتي لا ما في بالحقيقة الواحد ناطرته غير الصعوبات يعني ما بعرف ما تسأليني لأنه أصلاً تناقشت أنا معه لمدة ساعة واحدة من وقت ما شفته حتى الآن ما بعرف لا شو قراراته ولا بعرف بعرف جوابك بشكل مضبوط ودقيق يعني ما بعرف الحقيقة أوكي من عندي يا هلا فيكي يا هلا سلامات أنا قصص تبعي ما بعرف ناقشها بدي ناقش كمان تبع قصص غيري كان عم نحكي على عن بول مورفي ما هيك يا أستاذ العمار فالمهم إنه عادة بالشطرنج في عندك يعني سبعة ثمان نقلات عشر نقلات هن النقلات تبع الافتتاح اللي ما حدا بيعمل فيهم شيء ناس بيطلعوا قطعوا وبيجهزوها بيحصنوا حالهم أو بيهيئوا حالهم للشيء اللي اسمه وسط اللعب عند بول مورفي بحس إنه ما في شيء اسمه وسط اللعب إنه ببلش بحقيقة المباراة من النقلة الأولى بمعنى النقلة الأولى بيصير هو بوضع هجومي من النقلة الأولى بيصير خصمه في وضع دفاعي طيب صحتكم أثناء الحرب العالمية الأولى وفي لحظة من اللحظات توقفت اللعبة كان على العثمانيين أن يقدموا سوريا للفرنسيين وبدأوا التنفيذ بمغادرة جزيرة أرواد لقد فرغوها تماماً لم يبقى فيها لا سلاح ولا عسكر عشان حاجر أنا كتير حتى عم هد بالذنب إنه طويلة السفين ما في كاسيتات حاجة يعني بس اللقطة لقدام كيف هلأ لا أستاذ في محل بيوصل على القلعة هو الولد بيجي راقد القلعة
إنها الآن جزيرة مهجورة، قاعدة عسكرية تطوف عارية في قلب البحر المتوسط. في تلك الفترة طفل صغير قاوم وحده بدون وعي منه، كان طفلاً من الشارع ولم يرغب أن يتخلى عن شارعه. سوف يستيقظ ذات صباح ليجد فقط الصمت والضوء، الطوفان العميق للجزيرة والوشوشات البعيدة للبحر. العثمانيون غادروا والفرنسيون لم يصلوا بعد. الجزيرة ملك لهذا الطفل، وخلال أيام سيكون له الحرية بأن يصنع مملكته أو جمهوريته أو لا يصنع شيئاً. الزمن معلق، لا توجد قاعدة ولا يوجد قانون. المكان يوجد وحيداً مع صوته الخاص وضوئه الخاص. أوكي يلا 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 ردود. الولد بيدخل من هون بياخذ اللي في خبز. بيتأكد انه ما في حدا بيرجع. بيطلع وبيكمل هلا ترافقه هيك للأخير هو عم يدخل. مشي من هون. لا 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 تفوت لجوا، فوت لجوا، فوت تفرج على البحر. قدر قدر قدر. لا 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 تعا تعا لا تعا 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 فوت من هون وقف هيك وقود ركض لهنيك. يلا يلا يا شاطر يلا من هون. تعا لا تعا تعا الكود لهنيك من هون من هون على الطريق. تعا تعا لا أحمد تعا هذا الكود هذا هيك الكود لهنيك. يلا كود 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 الطفل الصغير الذي تحول ذات صباح فجأة لرجل الجزيرة الوحيد يدخل في قارب قيد الصنع ينفخ فيه روحه فيجعله يتحرك. الطفل يرحل في قاربه إلى عمق البحر المتوسط. الطفل يدير ظهره للجزيرة العارية. ذكر أول شيء أني ماني سألي عن شيء، ولا قدي بدي أقعد، ولا عن أمي، ولا عن أسرتي، ولا عن شيء يعني. وسألي عن شيء واحد، إنه بس بدي ضل أتحدى هون ولو بعرف هالقد يعني ما بدي أقول شيء. بعدين وقت فتت فاجأت أنا بالنسبة إلي ما كنا منعرف إنه في جوا سجينات، يعني كنا نشوف بس بكل أحوال هن كانوا يعني كتير متكتم عليهم فما حدا بيعرف. إيه اللي فاجأني إنه في غيري قبلي بمحل كتير ضيق وصغير، 3x4 متر، كنا 19 وحدة، وصار في يعني هلأ إذا بدك أحكي لك بحكي لك طرف تضحك أكتر من حزينة يعني، كلها لآخر السجن. ما لا مو لآخره، للمرحلة اللي عرفت فيها أنه أخي جوا. بلشت شوي يعني مو أضعف، شوي هيك أتضعضع من جوا بس.
عم بتذكر الواحد لما يطلع من السجن كيف بيكون احساسه اول ايام. اكيد مجربيتها انت مو؟ انا طلعت من السجن ناس هربانه، ناس صارت برا البيت البلد، وناس بعدها جوا. حسيت بالفراغ بشكل قاتل. وأتاري كل واحد بيطلع هيك بهديك المرحلة. هلا لما طلعوا آخر شيء طلعات جماعية، بالعكس عاشوا علاقات من نوع جديد. ضلت الناس تتواصل، أما إحنا لا، إحنا تفرعطنا فرعطة أخت محلوشة. إيه تفرعطنا. شو نسيتي هلا؟ ما في حجر ضل محله. كانت في شراسة بالموضوع. Mais l'artiste se tout homme crée sans le savoir comme il respire. Mais l'artiste se sent créé, son acte engage tout son être, sa peine bien-aimée le fortifie. Tout homme crée sans le savoir comme il respire. Mais l'artiste se sent créé, son acte engage tout son être, sa peine bien-aimée le fortifie. الظهيرة من إذاعة الشرق مع منصور تيس في أبرز عناوين الأخبار. أزمة عقد التوظيف الأول بفرنسا غداة مظاهرات الأمس. النقابات بعد اجتماع هذا الصباح تقرر اشتراط سحب العقد خلال الاجتماعات المنفردة مع برلمانيي الحزب الحاكم. الزهار ينفي الإشارة إلى حل الدولتين في رسالته إلى الأمم المتحدة، وحكومة حماس تعقد أولى جلساتها في رام الله وغزة. أزمة تشكيل الحكومة العراقية ضغوط متصاعدة لإجبار الجعفري عن التنحي، والاحتكام إلى البرلمان مرجح قريبا. هو صدام حسين في جلسة محاكمته 18 يقدم مداخلة سياسية مطولة ويشتبه مجددا مع رئيس المحكمة. طابت أوقاتكم فرنسا. أزمة عقد التوظيف الأول دخلت مرحلة ما بعد تظاهرات اليومية وانطلاق الحوار مع الأمين الحاكم ضمن إطار المهمة التي أوكلها الرئيس جاك شيراك للاتحاد. Star d'un garçon qui voit un mort sur un tableau et après il rentre dans le tableau pour savoir comment il est mort et pourquoi il est mort et comment il est mort. Et puis après, quand il rentre dans le tableau, il trouve une maison. C'est la maison d'un meunier et le meunier il a un fils qui est valet chez le peintre qui a dessiné le tableau. Et alors il essaye de découvrir de pourquoi il est mort. Et là, il a presque trouvé comment il est mort, mais il n'a pas encore trouvé pourquoi il est mort. Bon. هلا عم تعاتب على ليلى انه ليش ما بدك تصوري؟ ف حست هلا انه ليلى انه هلا عم تهاجمها، فهي عملت خط دفاع وصار هي تهاجمها انه انا ما بدي اتصور وما حدا له علاقه فيني، وانا بتصور لما بجي على بالي وما بتصور لما ما بجي على بالي وخلص القصه. وحدت وراحت على غرفتها، فرحت انا راضيه انه ما بدك تصوري ما تصوري انت حره، بس ما في داعي يطلع خلقك وتنرفزي على امك وكذا والى اخره. فقالت لي انتم بتطلعوا مظاهره مشان تطالبوا بالديمقراطيه مشان البلد، ما تعملوا ديمقراطيه عندكم هون بالبيت.
أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها. بدك تدمعي لي عيني هلا لأنه فوتيني من باب كثير عميق. أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها وتبكي من شدة الشعر. فيني ضل ساعة هلا عم عيد نفس الجملة وبالنهاية ما بتمكن من أني وصل المغزى الحقيقي إلى أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها، إلى قبر نفسها وتبكي من شدة الشعر. لو تأريح لك كتير هديك كمان ولا مش أنا هلأ عم يرتفع ضغطي ببلاش عزيزي خلص يلا عم يرتفع ضغطي ببلاش لا يرتفع طيب ايه فعلى الأقل يقولوا لي شو القصة مشان لكم مشان لكم ما بيمشي الحال بنقعد بنكمل الكاس تبعنا براحة صح طب صح بس هلا عم بدفع الضريبة لقاء لا شيء كل شيء اللي يرتفع ضغطك الله يخليك لا قصدي يعني طيب احكي لك انا ايه بس اكلها بنعمة طيب ايه وانت عم تاكلي لاني بسالك سؤال وانه اذا طلع ما بيمشي الحال تزعلي مني لا ايه خلص لا ولو ايه خلص تفضلي قولي بعد كل هالعمر هلا رح ازعل منك لا يعني لانه بجوز انت تظني انه كل شيء بيمشي حاله لا يعني. ما في شيء لا بظن ولا ما بس بظن انا صلاحيتي كثير ضعيفه لاي شيء بتعرفي على القليله في صلاحيه انا خارج الصلاحيه عندي صلاحيه بس ما بعرف بكتب لك كلمتين شعر انا بقرا لكم شعر نزل هذا شيلوا شيلوا بقرا لكم شعر بتخلص طيب أنا عم فكر أعمل فيلم فحابة بهذا الفيلم إنه أعمل كل شيء كنت حابة أعمله من شي 20 سنة وما عملته يعني هي الفكرة الأساسية تبع المشروع فواحدة من المشاريع اللي حابة ما أغض النظر عنه هو الفيلم اللي كنت بدي أعمله عن دعت حداد بس انه هلا حسيت اليوم الصبح انه هي بدها تكون بشكل ما الملكه تبع الفيلم اللي بدي اعمله وبشكل اساسي يعني دائما وقت افكر بدعت حداد افكر فيك ف بس هيك حبيت اذا بدك نوع من كانه واحد عم يحك الصدى عن راسه يعني عن راسي أنا وحبيت إنك تساعدني إنه هيك أفرق الصدى شوي بحيث إنه بس هيك ترجع تنتعش الأفكار اللي كانت محكية أو موجودة أو بالنص تبعها أو بالشي اللي أنت بتحكي عنه وترجع تحضر هي وهيك يصير في إلى روح أكبر بالمشروع لو كتبت هذا الشعر دعت حداد ولم يسمع به أحد ولم ينشر وعثرت عليه في بيتنا مثل ما عثرت على مسرحيته كنت نسبته إلي بكل راحة ضمير شعر عالي إلى هذه الدرجة بمعايير الشعرية والإنسانية شعر عالي إلى هذه الدرجة وأنا أمام هيك شعر ما بقدر أكون حيادي يعني كنت أقرأ له نيا مثل ما كنت أقرأ له أحياناً مقاطع من نشيد الإنشاد لأنه هذا شيء فوق الطبيعي فكنت حبه لأنه شعر عظيم وكنت حبه حقاً بس ما بكفي تقولي أنه أنا بحبه الحب هو دفع ضرائب أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها بدك تدمعي لي عيني هلا لانه فوتيني من باب كثير عميق انا التي تحمل الزهور الى قبرها وتبكي من شده الشعر فيني
ضل ساعة هلأ عم عيد نفس الجملة، وبالنهاية ما بتمكن من أني وصل المغزى الحقيقي إلى أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها، إلى قبر نفسها، وتبكي من شدة الشعر. شدة الشعر هاي، شدة الشعر ما حدا بيقدر عليها غير الشعراء الأكبر في تاريخ الكتابة. ما حدا بيقدر يزعم أنه هو واصل إلى شدة الشعر أو مطارد بشدة الشعر، شدة الشعر، غير الشعراء الأكبر اللي كل عصر ممكن، كل قرن ممكن يمر واحد بيطلع له أو بيلبق له يقول أنه أنا أشكو من شدة الشعر. يمكن رامبو بيطلع له يقول الكلمة. بأواخر السبعينات كاتب كلمة بيقول: الفتاة التي ستطلق النار على رأسها ذات يوم. أنا كنت أفكر أنه هاي البنت هي وحدة رايحة بالمستقبل، بالنهاية بدها تنتحر. لما كتبت هذيك الجملة كان بزين، كنت عم بحكي عن عبد الحداد. أظن أنه كانت يائسة من فكرة كونها، من فكرة أن تحب يعني، فصارت عم تطارد باستمرار فكرة أن تحب. يعني شيء ميئس للدرجة القصوى، وهي بتعرف أنه هذا اللي بتحبه إنسان كل نص ساعة يعني عنده قصة ومدري إيش وكذا وكذا. فظلت كل هاي السنوات عم تطارد هاي الفكرة، عم تطاردها مطارد اليائس تماماً. كانت عارفة أنه لن تصل إلى شيء، كانت عارفة تماماً، بس كانت يعني شهوة الحقيقية هي مطاردة الفكرة، أنه أنا سأثابر على ما أتوهم أنه حبي. وظلت مسابرة إلى النهاية يعني، حتى ماتت بالطريقة اللي ما بعرف كيف ماتت يعني، بس لقوة ميتة يعني، هذا كل ما عرف أنه لقوة ميتة. كل ما أكتر شفتي بتقومي بتتوقعي إنه الألم ما له حدود وما له كلمات معينة، فبتتوقعي كل شيء، فبيصير يبدو عليك التعاطف والفهم إنك عم تفهمي ألم التاني، بس هو الحقيقة لا، ما إنك عايشتي، بس من كتر السمع بنصير بأي شيء يعني ما عاد نتعجب له يعني. بعتقد إنه الألم الشخصي هو أصلاً الألم واحدة من الظواهر الطبية اللي كتير معقدة، لأنه ما لا هذا قيم معيارية واحدة، كتير الألم شخصي وذاتي سوبجكتيف يعني، ما نو حتى الألم الجسدي تحمله وعدم تحمله، وإمتى الواحد بيصرخ وإمتى بيضغط على حاله إلى آخره. في ناس نعسوا هلأ وقت السياسة. فاديا شو العلاقة مع الرجل؟ إيه من 25 سنة لورا ما لها علاقة أبداً بغيره لهلا. كتير من 25 سنة كتير كانت شخص هيك مليء كثير صعب شو السؤال. لا بس من 25 سنة كثير كان عندي طموحات ما قدرت أعمل شيء منها. كثير كان عندي هيك
شو بيقولوا هي الرغبة إنه بدي أغير الدنيا. كان عندي إيمان بهالشي إنه أنا بقدر أعمل كل شيء بالعالم. ولهلا عندي هاي الشعور، بس من 25 سنة أنا كنت كتير حدا أحلى من هلا، لأنه من 25 سنة كتير كان عندي شجاعة أكثر وعندي هيك إيمان أكثر بالدنيا وبالناس وبالعالم. لهلا عندي شيء منه، بس سنغيان أرفع ولا له أي علاقة بالشيء اللي كنت له 25 سنة. يعني أنا هلا هيك الدنيا طوعتني شوي، مو كتير، شوي. يعني صرت أتأقلم مع الظروف اللي حوالي، بس من 25 سنة ربي ما كان بيقدر يمسكني، ربي. ولا حدا بالعالم بيقدر يحط لي هيك بسمار ويثبتني بي 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 مو يثبت، مو بمعنى التثبيت يعني، بس ما في شيء بالعالم كان بيقدر يخليني وقف. هلا لا. وين صفناتي؟ يلا بدك تصابري لي صفناتي؟ صعبة. بس هاي هاي بالذات؟ لا، ما شو عرفك انه هاي إلها خصوصية يعني. بدك هاي؟ هاي بدك؟ ولا شي للنشر. معاملة حالك قوية وما فارقة معك وتتحدي دائما لازم يكون بكل حياة إنسان زاوية كتير خاصة فيه وليس لها علاقة بأحد. هاي زاويتي بقى، أنت شو زاويتك؟ ممكن أنا مشكلتي إنه ما عندي زاوية. تعرفي شي حلو الواحد يكون له شي خاص، يعني شي خاص فيه بس وليس بأحد آخر. شو هلا؟ بين كأنه محطوط. نحطه هيك معلم. وبينما تنتظر طهران وصول محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للحقوق البرية،
الرئيس الإيراني أحمد نجاد أعلن انضمام إيران قريبا إلى نادي الدول المالكة للتكنولوجيا النووية ووعد مواطنيه بأخبار نووية سارة. نجاد من المفترض أن يتحدث بعد قليل في حشد النخل في مشهد، غير أن الرئيس الإيراني السابق علي أكبر استبقه بالإعلام. لحظة لحظة يوسف. أي غريكو في بداية القرن العشرين وأثناء المجازر التي قام بها العثمانيون، أجبر الكثير من الأرمن على مغادرة بيوتهم والسير طويلاً خلال أسابيع للوصول إلى الحدود مع البلاد المجاورة قبل أن يصلهم الموت وهم على الطريق. عند واحد من هذه الطرقات كان يوجد رجل خمسيني جالس على صخرة صغيرة قريباً من مدينته السورية الصغيرة. كان يتفرج كيف يمر على بعد أمتار منه مجموعات من النساء والأطفال. كان الخوف قد اجتاح عيونهم وأحنى ظهورهم. كانوا منهكين جائعين أشبه موتى. فجأة تغادر طفلة صغيرة هذا الموكب وتتجه نحو الرجل. يفتح الرجل عباءته المصنوعة من جلد الخروف ليساعدها على أن تدخل، ثم يغلق عليها العباءة ويعود إلى منزله مع طفل منقذ. هذه الطفلة الأرمنية تمكنت من تغيير قدرها الذي رسمه لها العثمانيون عندما غادرت الطريق لتختبئ في صوف عباءة شخص سوري. أنا ما بعرف حدا، جد ما بقى أعرف حدا، يعني كل اللي كانوا بالقامش لأصدقاء أهل قريبين كلهم، اللي هاجر هاجر واللي مات مات. أوكي بس المحل المكان يعني البلد ساته. إيه طبعا الأراضي البيوت ساته. إيه معلوم. شو هو؟ إيه بتروحي لهنيك؟ قولي شو؟ إيه إذا جبتي طيارة من عند ديغول يمكن. إيه ما بدك تروحي؟ مو هلا يعني بعد شي شهرين ثلاثة. ايه خير ان شاء الله. بس انه بعيد كتير؟ ايه 1000 كيلومتر للقامشلي. ما عم نوصل القامشلي قبل. هي درباسية قبل. لا بدك تروحي على ايه اذا على الدرباسية قبل بدك تروحي على الدرباسية. بعدين عمودة، بعدين القامشلي، بعدين قبور البيض، بعدين 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 في لتوصلي للحدود العراقية. بترجعي هيك بالمقلوب. راس العين، طل أبيض، مدري شو، كلهم هدول، بعدين حلب. أنا فكرة من لأنه مو الجهة العراقية، الجهة التركية. الجهة التركية شوفي من طل أبيض لتوصل إلى هذا سيت. بقيان يعني 4 دقائق. اوكي بكفي بعدين. هلا امك مدفونه وين؟ القامشلي. ايوه في هنيك مقبره لمين؟ للسريان.
ما اندفنت عند الأرمن يعني؟ لا لا لا. طيب ما كنتي تروحي تزوري قبر أمك أو شيء؟ ما كان. هي كانت شغلة كل يوم سبت لازم روح ويطلع أبو لسليم حانا ووقف لي بالطريق بوس إيدك الله يخليك بلاها هالروحة عمود داود الله يخليك روح من خلتي لازم روح. ليه؟ يعني شوفني أنه بدي روح لحالي وبيستصعب الزلمة. وكنتي تروحي تزوري لحالك وليه ما حد يروح معي؟ لا ما بدي حدا. أنا بقعد بحكي بربير ببكي بعيط كله. تذكر شو كنتي تقولي له؟ لا 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 طيب إذا رحنا بتحبين نروح على نزور القبر؟ إيه بنروح. قديش سنك معك؟ يمكن من عرس ابن أخي من شي 16-17 سنة. وقت رحتي رحتوا على المقبرة؟ إيه تركتهم هن بالأوتيل ورحت. لقيتي نفسه مثل ما هو؟ هلا هدول الكلبين. الو اهلا ماشي الحال عم يصوروني؟ لا لسه ما خلصوا. مو مطولين زبدوني. مو مطولين قال هلا ايه اذا بتجي يلا يلا اذا بدكم تجوا تعوا يلا يلا مع السلامة. ما تحكي ماما ليش ساكتة؟ هيك جاء لبالي انه انا ما عندي حدا وخلص بتقوم بتمشي ما بتحكي. يعني ابوي كان يحاول كتير ما بتحكي لحدا ولا بتقول لحدا انا ليش متضايقة؟ ما كانت تقول انه انا هيك وحيدة ومقطوعة وما لا 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 كتير قوية كانت كتير. أنا بتذكر أنت كنت تقولي هاي الجملة إنه أنا كما أمي ما لي حدا. إيه إيه بس هي ما كانت تقولها بس أنا بشعر فيها إنه هاي ما لي حدا لا روحة لا رجعة لا أهل لا قرايبين لا لسه هلا ما بقولها هلا كمان بقولها. ما لي حدا وينه الحدا؟ يعني أمي بعد شي 10-15 سنة ما بقى تعرف تحكي كلمة أرمني. هي وقت المجازر قد ايه كان عمرها؟ كانت كتير صغيرة مسكينة شي 11-12 سنة وأقل كمان. يعني 11-12 سنة بتتذكر؟ لأنه هي إيه؟ لا شو بدها تتذكر إذا 35 زلمة ومرأة أبوها وأمها وأخواتها وعمامها وكل اندبحون قدامها وين بدها تتذكر؟ يعني بلوي. وكيف هي نفسها؟ خمس في عندهم شو اسمه مزارع بيشتغل عندهم بالأرض حطها تحت عبايته وكل ما كانت تضايق من شغلة يقصف عمرك أنت وهديك الضمة اللي ضميتني إياها كنت خليتني يقتلوني أنا كمان. ما كنت تغني لهم لأولادك قبل ما يناموا؟ لا كان يشعل لهم الراديو. جا مرة أخي شاف الراديو شغال ويوسف نايم كان شي 4-5 أشهر. إجا لعندي على المطبخ قال لك أخي الولد نايم وشعلت له الراديو. قلت له إيه هلا تعال اتفرج. إجي تذكرت الراديو. قام اتحرك. قال لا لا شغله شغله. اشتاق لك يوسف؟ شوفي انت شو بدك مو انت مرته انا شو دخلني؟ لا ليش لا اشتاق له؟ اخ شو؟
23 24 سنة. لا يا حالي حبك. اهلا اهلا تفضل. لحالي لحالي لحالي. يعني مين بده يكون؟ كل الشبيبه هربوا مني. عم تجي نص الشبيبه تعملي. اي زلمه الشبيبه. اهلا وسهلا تفضلوا. اول شيء ميتين على فنجان قهوه. قلت لهم مالنا غير شو؟ عجيبة غريبة. إنه هي أول مرة أجي على الشارع. لا مو أول مرة، أول مرة تطلبيها. هي آخر فنجان طلع تحت. تخليه لي. ليه بقى؟ لأنه أنا كتير بشرب. أنت شربتي بعد الظهر؟ شربت معلوم. شو يعني؟ ما بشرب؟ تفضل. سلام. يعني في حكي هذا؟ مسيو. كان بدي أقول الكنة حنت على الحماية. ما بدي أحكي خلص. وقت يصير في حرب مثلاً أو مجاعة أو عملية تيروريست يلي بينجوا من حرب أو من كارثة بيضلوا حاسين بالشعور بالذنب تجاه اللي بيموتوا، بضلوا حاملينه طول حياتهم لدرجة إنه بيتمنوا مرات تقيل عليهم كتير هالشعور، مثل الحرب الجندي اللي بشوف رفيقه مات، بيجي بضل طول حياته حاسس بتقل إنه يا ريت يعني هو كمان راح معه، لأنه حس إنه هداك راح مشانه. فبيقولوا لي إنه أنتي بالعكس أحلى شيء عملتي هون، يعني البناء الحقيقي عملته هون لحالي بالدراسة والكذا وكذا. فأنا لأني جاي شابي، لأني قدرت أتخلص من المصير المأساوي تبع البلد تبع أهلي، فدايماً الحنين للبلد ممكن يتفسر بشعور بالذنب فظيع تجاه أمي وأخواتي اللي تاركتهم هناك بالمعمعة. هو في شيء منه صح، بس الشعور أنه مركب، هو مو بسيط. فبصير بجواتك بصير إزاحة إلو ديبلاسمون، بدل ما تحسي أنتي بالكولبابيليتي تحسي بالحنين الدائم للرجعة لهونيك. شو أمان؟ إنو أمان؟ ما في أمان بالعالم أبدا، ما في أمان. طالما عايشة ما في غير الموت هو الأمان الوحيد، يعني طالما أنك عايشة ما في أمان. أنا وقت تركت جواي كنت بالمطار، شميت، حكيت لي شميت ريحة الأرض وقت بتشتي الدنيا قدام بيتنا بحما، كيف تراب بيشم هيك تطلع ريحته، هذا تراب المشقشق النشفان طول عمره بالصيف وقت بتيجي المطر عليه كيف تطلع ريحته. فجأة حسيت حالي مختنقة، ما بقدر أنا أعيش هون، ما بقدر غير أعيش هوني. بلحظة ما إجاني هذا الشعور نتيجة هي الريحة، رجعت شميتها إنه ما بقدر أنا أنفصل عن هاي الأرض، ما بقدر، ما بقدر. في شيء فوق كل شيء بحسه إنه هي، إنه هاي الريحة هي اللي بتحكي عن الريحة، هي هاي الريحة اللي رجعتني واللي خربطت لي كل مسار حياتي. لأنه في شيء عام عم بيعاني منه الجميع، ليش أنا أكون خارج نطاقهم؟ كمان أيضا أنا أكيد عندي معاناة بشكل أو بآخر، عندي معاناة حتى من الصعيد الشخصي الصغير للعام، لعلاقتي بالطريق مع الناس، لعلاقتي مع، ممكن تكون مع أي شيء، مع أي مؤسسة، مع أي مراجعة، مع أي كتاب اشتري. فهمت علي شو قصدي؟
يعني كلنا احنا كلنا مش بس انت، احنا ما عملنا شيء لنتجازى عليه نستاهل حياة احلى، لا كلنا كلنا كل انسان عنا بيستاهل حياة احلى، كل الناس ببلادنا بتستاهل حياة احلى خالية من المشاكل وخالية من المعاناة وخالية من الكبت وخالية من القهر وخالية من الحرمان وخالية من الفقر. شو بدك؟ لألتقي بشخصية من أحد مشاريع أفلامي في معمل للتبغ في مدينة اللاذقية في سوريا. الصالة الرئيسية للمعمل مليئة بالطاولات والآلات الصغيرة التي تمرر التبغ بين أيدي العاملات. في عمق الصالة نميز باباً كبيراً جداً أسود مغلق. اللون المسيطر على الصالة هو لون التبغ، أوراق قرمزية صفراء وبنية. نحن لا نرى وجوه الصف الأول حيث توجد شخصية فيلمي، وعلى نفس الخط يوجد صف من النساء رؤوسهن محنية باتجاه الطاولات. النساء يعملن بصمت. نحن نتأمل من الخلف حركات شخصيتنا، كتفيها، ذراعيها، ظهرها،
رأسها تتلاحق بحركة متكررة إلى الأسفل يسارا، إلى الأسفل يمينا، إلى الأعلى يسارا، أسفل يمين بصمت مقدس. الحركات تتكرر ونحن وراءها نلهس بسبب هذه الحركات الميكانيكية، نحاول أن نحكي معها، أن نسألها. تتوقف المرأة عن العمل، تلتفت إلينا وتتحضر لتجيب على أسئلتنا. في تلك اللحظة يفتح الباب الأسود الكبير فيجتاح الصالة ضجيج كبير. إن آلات الصالة الثانية ترمي لنا بصوت أحشائها. تستمر المرأة بالتكلم معنا، نحن نرى وجهها، تعبها، معاناتها، نرى حياة سوداء ترتسم في عيونها. للأسف نحن لا نسمع صوتها. بعدين مشي 3-4 متار، وصل قدام الشباك، وقف هيك وطلع فيني مرة ثانية بقى بزخم واضح. لعم شو الغلظ هاي؟ تقل دم يعني. بعدين مشي كمان 3-4 خطوات، وقف نهائيا والتفت علي، طلع فيني هيك. يعني شو هاد بظهر بده يعني تقل يخبطني شي خبطة، يعمل لي شي بوكس أبصر شو. بس إنه أنا لا بعرفه ولا شي. فالمو اجا قرب هيك وقف قدامي، صار يطلع على المحل من وراي من راسي بلا ما يقول لي شيء، لا بونجور ولا بونصور ولا شيء. طلع على المحل، انا عم طلع فيه انه شو هالبراده هي. بعدين قال لي بونجور، قلت له بونجور. قال لي انا ودان بهي الغرفه. فانا فجاه انقلبت عواطفي كلها تجاهه، حسيته واحد ظريف ولذيذ وانساني، انه ولدان بمكان ما قدر يمر الا يعمل له طلع عليه ولا يتفرج عليه، شوف شو صار فيه، شو تغير فيه زمان كل هالايام. المهم بعدين طبعا وقفنا وصار يحكي لي على الحاره ايام زمان وكيف كانت كلها فيها بساتين وفيها كرز وفيها ليمون وفيها البساتين بالاولاد كانوا بيلعبوا فيها وبنطوا من على الاسوار ويقطفوا ويسرقوا كرز ويهربوا الى اخره. قصه حلوه لطيفه على الشباك. بس الطريف اللي هو فعلا مسني تماما انه ما قدران يمشي هيك، بس ما طلع بده يقتلني. ما عزمته؟ طيب بالحقيقه كثير ندمت ما عزمته. السبب بسيط، انه انا عامل موعد مع قلت لك مع واحد صديق وجاي لعندي، واول مره بحياته يجي عندي، ومعلاقتي فيه مو علاقه كثير هيك فيها موده يعني. بس ندمان كثير، كل ما بحكي قصه بتذكر انه انا فعلا ندمان ما عزمته. بلون انت الوقت. طيب وفي شيء تاني خاص فيني كتير كتير مركزي، هو استعمال الإيد، استعمال الإيد أو كل شيء مانويل، يعني كل شيء حركي. يعني من أنا وصغيرة، من عمر بالضبط 8 سنين لقبل السجن وجوات السجن، وقت سمح لي كنت أكتب يومياً 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 يومياً. من بعد هذيك الفترة لهلا، مع أنه عندي عدة مشاريع، ما عم بقدر أعملها هالقصة، وكتير بتشكل لي عذاب يعني. أعمل شيء بالدنيا يعني، على الصعيد السياسي أو أكتب أو أعمل شيء له قيمة بالنسبة لي، يلي هو يا أما أكون عندي شيء فعالة سياسيا، يا أما أكون أكتب. هذا كان الأساسي بالنسبة لي. أنا ما عملت ولا شيء من هاد ولا من هاد. حدث الولادة بحد ذاته لما انت عم تتناولي هالولد شغلة أكثر من رائعة، ويمكن هاي بتخليني استمر بشغلي، بحبها وبحب الأولاد كلهم اللي بخلفهم، حتى بعد مثل لما يجوا مع أمهم سنة سنتين عمرهم، بحس في علاقة. يمكن مشكلة طبيب نسائي هيك، بس أنا بحس أنه
بطلع حتى بقول له وينه ابني. السجن عطر الحرية، يداعب رئتي هواء خفيف ورطب. أغمض عيني، أرمي كلمة سجن في عروقي، ألحق بها، أتفرج على انعكاساتها في مجموعة مرايا من خلاياي. إنني لا أرى سوى عيون، عيون امرأة شابة مليئة بالقوة والفضول. كم أنا امرأة غريبة، فترة كهذه من الانغلاق، البعد، الجفاف تجعلني أسبح في فضاء من حرية ناعمة وحنونة، تجعلني أركض في حقل من قمح أصفر وأخضر، حقل احتفظ فقط بلوني وصوت سنابله التي اختفت لتترك المكان لجسدي. هذا جسد الخفيف الذي يركض وهو يلبس فستاناً أكثر خفة منه، فستاناً من حرير أبيض يطير، وهو يحملني معه عندما نسمع لفظ كلمة سجن. كنا 10 نساء في غرفة صغيرة، خبأت في أعماقي سراً صغيراً. هذه الغرفة الصغيرة كانت السجن، وهذا سر الصغير كان حبي ليوسف. يوسف أيضاً كان في السجن في مكان قريب. نقل سجان هذه المعلومة لصباح أخت يوسف، صباح التي تقاسمت معها لمدة 14 شهر من السجن نفس الفراش المكون من حرامين. قمت بالتحقيق بشكل سري لأعرف أين ومتى يخرج يوسف للتنفس. نجحت بالعثور على هذه المعلومة، ومن يومها صرت أتعربش كل يوم على حائط غرفة الزنزانة لأتمكن من إدخال عيني في ثقب كان بمثابة نافذة. كانت عيني ترى ظلالاً في الباحة، ظلالاً تتقدم وتتراجع، ذهاباً إياباً منتظماً بسرعة خفيفة. حاولت عيني أن ترسم لي يوسف، أن تنسخه من واحد من هذه الظلال. إنني أراه، هذا هو، بشعره الأجعد وزقنه الرمادية وكتفيه الرائعين. قمت بمجازفة كبيرة وأنا أكتب ليوسف رسالة صغيرة كي أشرح له أنه بإمكاننا استغلال هذا الثقب الذي يطل على باحة التنفس. عملت لائحة بالحركات، هو يحرك ذراعه، يحرك ذراعيه، يده، قبضته، كان لكل حركة معنى محدد في قائمة الصغيرة، وأنا بدوري كنت أعبر بوسيلتي الخاصة بقطعة صغيرة من مرآة مكسورة أعكس بها الشمس. مرة لأقول أني تلقيت إشارته، مرتين لأقول بأنني أحبه، 3 مرات بأنني مشتاقة له، انعكاسة قصيرة، انعكاسة طويلة، وهكذا جعلتني قصصي الصغيرة المنسوجة عبر هذا الثقب سعيدة بأيام السجن هذه. في أحد الأيام تم اتخاذ قرار، المعتقلون الرجال سوف ينقلون إلى سجن جديد.
يا للتعاسة، يا للخيبة، مع من سأتبادل رسائل الحب المصنوعة من هواء وشمس. كتبت ليوسف من جديد لأقول له أسفي لرحيله ولاختفاء مشوارنا اليومي مع كل حركاته وكل انعكاساتي. استلمت جوابا منه، كلمة صغيرة يقول لي فيها أنه هو أيضا يتأسف لهذا الانتقال، لأننا حتى لو كنا لا نرى بعضنا البعض هنا فإننا نعرف أن الآخر قريب. أما فيما يتعلق بالحركات والانعكاسات فهو يعتذر لأنه لم يفهم شيئا. أنا فهمت إنه لم يستلم أبدا رسالتي الصغيرة التي كانت تحمل الإشارات والرموز. ترى هل تقطت عيني ظلا فقط؟ إنني لا أستسلم. نجحت بإعجوبة بإقناع طبيب السجن بأنني مصابة بمرض يستدعي عزلي. أعطى الطبيب تعليمات لكي أنقل إلى السجن الجديد، حيث توجد زنزانة مع ماء ساخن ليس بعيداً عن يوسف. أصل في الليل، أقبية، ممرات، أبواب مغلقة، كل شيء نظيف وجديد. أدخل إلى زنزانتي مكاني الجديد، أرتب أشيائي الصغيرة، أستلقي على البلاط النظيف الثقيل، ألصق أذني ببلاطة وأبدأ بالإنصات. الشباب يغنون لي أغنية استقبال، أغنية للشيخ إمام. أفتح باب زنزانتي، أتقدم في الممر، أصل إلى مكان حيث لا يوجد سوى مغاسل. في الزاوية في الأعلى يوجد نافذة، أصعد فوق المغسلة، ألصق أذني بالنافذة وأبدأ بالإنصات. أصوات، نقاشات، أسعل، أهمس، أصرخ. أخيراً أحدهم فهم، يسألني من أنا. أشرح بسرعة بأنني أفتش عن رجلي، الرفيق المجهول ينادي يوسف. يوسف الذي لم يفهم شيئاً بعد يسمع صوتي ويبدأ باستيعاب جنوني. أحكي مع رجلي، أمد يدي، أساعد ذراعي للخروج من النافذة. ذراعي معلق في الهواء، أديره بصعوبة باتجاه اليمين، باتجاه نافذة يوسف. يوسف يقول لي إنه يرى طرف يدي. أدعوه لأن يفعل مثلي، لأن يخرج يده وأن يحرر ذراعه ويديره باتجاه اليسار كي نلمس بعضنا البعض. إنه لا يفعل. أصر، لا جدوى، إنه لا يفعل، لا يمكنه أن يفعل، لا يسمح لنفسه بهذا الطرف أمام رفاقه. هم أيضا لم يلمسوا امرأة منذ شهور. أغادر المغاسل، أغادر سجني الجديد، أعود إلى بيتي، إلى سجني القديم. لم أعد مصابة بمرض، أصبحت مصابة بالخيبة.
الو نشوف نحن في احيانا هيك بدها معادله موسيقيه هيك يعني معادله موسيقيه من ضمن الصوره مش موسيقى جميله رومانسيه فايته على عرفتي كيف بدها موسيقى هيك يعني في اصرار على التقاسيم دائما حتى بالكونترباس انه في تقاسيم بس أنا المشكلة إنه كمان هاي دفاع وكل الناس عندهم إياها إنه ماني حاسة منوب إنه هيك صار عمري منوب أبداً أبداً يعني في إنكار حقيقي يمكن الإنسانية كلها عايشة هيك والحسن الحظ أنا مرات بنحكي على تبع 25 وقت تكون مثلاً مثل ما قلتي حابة أو ناشر شيء جديد أو أخذ كتاب هلأ طالع أو شيء بصير مثل كأني عمري مو بس 25 مثل 15 يعني مو بس بنفس اللحظة إجمالاً أنا بحس حالي إنه أصغر بكتير من بس هي كوني بسمعها بكل رفقاتي اللي قدي صرت أقول معناتها كلنا مثل بعض ما حدا بحس قدي عمره وما بعرف إذا هذا الإنكار منيح ولا ما منيح ما ماني عم بحكم عليه بس منه قصة إني ماني مصدقة أصلاً إنه 50 ما أنا مطولة ما بتعني لي أي شيء أنا بإحساسي بحالي نفس هي القردة اللي كانت تهرب من على الحيط عمرها 12 سنة لتشوف اللي بتحبه نط من على الحيط نفس الإحساس ما عندي أي إحساس بالزمن إطلاقا مخيف يعني هذا الشعور مع إنه بتطلع حالي في زيت ما يعني بشوف صورتي هلا صورة إذا اطلعت على صورة إلي هلأ وصورة بهداك العمر بنقص بقول ليه مين هاي؟ يعني بس لأنه أنا إحساسي مو هيك بحالي لأنه إحساسي بحالي إنه أنا هاي هي البنت دايماً هربانة دايماً هيك في شيء
رافضت وراكدي ورا شي تاني. بعني لي إنه مع 10 سنين بكفي. أنا ابنة الشيطان، ابنة هذه الليلة المجنونة، ابنة وعي وصديقي أنا. أنا أكثر الناس عتقاً، أنا خمري في شراييني، أنا من تحمل الزهور إلى قبرها وتبكي من شدة الشعر. أغمضوا عيونكم، سأمر وحيدة كحد الرمح حين هطول دموعكم. Mm-hmm.
Message 13, lundi 28 février, 13h. Oui, bonjour, monsieur.